مرحبا أطفال صف الروضة الثانية. شريط تعليمي في المجال اللغوي الشفهي، المشروع الخامس بعنوان الكرنفال. نور، نعم يا شادي، هيا نشاهد بعض الصور ونكتشف الجملة المحكية، وأيضا هناك بعض الصور علينا أن نقوم بمشاهدتها وأن نعبر بجملة تامة صحيحة. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا، هيا ننفذ التعليم، نشاهد الصور ونكتشف الجملة المحكية. تسمع البنت الموسيقى. الجملة: تسمع البنت الموسيقى. بعد أن شاهدنا الصور اكتشفنا الجملة المحكية: تسمع البنت الموسيقى. هكذا أحبائي الصغار استطعنا أن نكتشف الجملة، أيضا نشاهد الصور ونكتشف الجملة المحكية. يشاهد من؟ أبي ماذا؟ التلفاز. الجملة: يشاهد أبي التلفاز. هيا نشاهد الصور ونكتشف الجملة المحكية. سمع، يسمع. من هذا؟ الولد، الصبي. موسيقى. هيا نرتب الجملة. سمع الولد الموسيقى. إذن الجملة: سمع الولد الموسيقى. والآن جاء دوركم أحبائي الصغار. مع بعض الصور التي سأرسلها لكم عليكم أن تقوموا بمشاهدتها ثم نكتشف الجملة المحكية. هذه رباب تلعب مع السلحفاة. هذا خليل يلعب مع الأرنب. وهناك صور عليكم أن تشاهدوها وأن تكتشفوا الجملة المحكية. عملا موفقا. وإلى اللقاء.